السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل حسين حسن إبراهيم أبو أكرم، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. حاج، بدنا نسألك عن إذا كان في هناك آثار أو معالم تاريخية في قرية خيام وليد. ما في آثار، يعني ما في لا أعمدة لا. طب كان في هناك مغر يا حجي؟ مغر لا ما في، لا ما في. خرب يا حج، كان في خرب قديم؟ ايه في. شو كان في؟ في منطقة يقولوا لها غياضة هاي. نعم، هاي كانت مقبرة أوليتها مقبرة. نعم، يدفن بيها ناس، بس من وعي يعني ما عاد يدفنوا بيها. اي في أعمار قديم شايل أثارات قديمة. الحجر تلقى ماسح مثل له الصبر. هاي بيها، غيره ما فيه. بيه مقامات. لا، المقامات حكينا عنها. ايه. طيب حجي، وانتو صغار شو كانت ألعابك وشو كانت يعني؟ تفضل. شو ألعاب؟ نلعب. كان نتدرب مثل الجيش. كل واحد معاه عصاية. واحد يضربه، واحد يشقف يلقاه بالعصايه وهذا. شو كنتوا تسموها اللعبه هذه يا حاج؟ ها؟ شقفه. الشقفه. الشقفه. الشقفه اي. نعم. ونلعب بالحجاره كمان، هاي قازه يقولوا لها قازه. ثلاث قهاقير ومن قدامن حجر رقه هي شبابها. اللي يصيب قال يركبوا مسافه 10 امتار، انه خلاص انا ركبته. هاي كان صغار كان. نعم. اي نعم. غيرها يا حجي؟ غير ما بي كانت الكورة. الكورة هاي طابة. نحليها من شعر البقر بيام الربيع ما يحلي. نعم. هاي نسويها طابة هيك. وبالعصاية هذا يضرب على هذا وهذا يضرب على هذا. هذه. طيب بنانير يا حجي. ها؟ قلول. لا ما كان نعرف هاي. دواحل. لا. كانوا الختيارية مو الكل بي منهم يلعبوا هاي دفة هيك لها جوار. المنقلة يا حاج. منقلة. طيب احنا راح نرجع على الكبار، بس خلينا بالصغار شوي. ايه. طيب البنات شو كانوا يلعبوا يا حاج؟ البنات؟ ما يلعبوا شيء. قاعدات في الدور مسكنات؟ لا ببيوتهم، ببيوتهم ما يلعب. ما كان يلعبون الزقطة يا حاج؟ لا. القال الحجرة اللي فوقه. ولا نط الحبل؟ كان فيه نط الحبل، هاي فيه. البنات كانوا يلعبوا نط الحبل؟ يلعب اي مع بعضهم. نعم. يلعبوا مع بعضهم. طيب الاكس يا حاج؟ حجلة. ها. كنتوا تلعبوها انتوا او البنات؟ ما بعرف انا هاي الحجلة. اربع ست مربعات يا حجي، بتحجل على رجل واحدة. لا هاي ما لعبت. ما لعبت. كنا نلعب الطبة. شو الطبة؟ ها؟ شو الطبة يعني؟ يعني تطمش محرمة بيدك، تلفها بيدك وتركض، قاعدين دوريه هيك. نعم. الشباب يركض حوالي وهذا، وكل واحد قاعد ما يلتفت لا هيك ولا هيك. يجي يرميها وراها، إذا برمى البرمى الثانية ولحق لعنده يمسكه يقول له يطلع هذين يركبوا على ظهره ويروح يبرم بيه برمى كاملة. هاي مشان ال. طيب كنتوا تعملوا مقاليع يا حجي؟ إيه كثيرة يعني. من إيش كنتوا تصنعوها؟ من الصوف، من صوف الغنم. صوف الغنم؟ من صوف الغنم، إي نعم. طيب لإيش كنتوا تستخدموها المقاليع؟ المقاليع؟ كنا نستخدمها يوم بنطارة الذرة، الذرة البيضة. نعم. الظهر يعني قبل الظهر العصفور يجي يهدي ياكل بالذرة. فيوم يسمع هالمزقة تقول طرق بارود يطير ينهزم. يشرب. اي. اي هذا. طيب استخدمتوا الفخاخ يا حجي؟ ايه. ليش استخدمتوا الفخاخ؟ للزرزور ولا للطير للطيور. استخدمتوها للحيوانات حجي؟ لا. فقط الحيوان ما استخدمناه. نعم. لا ما استخدمناه. طيب حجي الكبار كانوا يلعبوا المنقلة. المنقلة اي. طيب غير المنقلة لعبوا شيء ثاني يا حجي؟ ما في، بيه مثلا يعرفوا لك مثلا موسم الزراعة. نعم. الأرض الفلانية لازم تنزرع كذا، لازم يعني مثل هيك يتحادثوا مع بعضهم. والبلد مثلا شو بيها ناقص شو بيها كذا هذا. هم يقرروا وهذا.
طب حجي وانتو صغار كان يجيكم شيء اسمه صندوق العجب؟ ايه كان يجي صندوق الدنيا احنا نقول له. من وين هذا يجيكم؟ ما بعرف منين. صندوق حامله بظهره. نعم. يلو عينتين. ومعاه كرسية يقعدوا عليه ثلاثة أربعة ويتفرجوا عليه وهو يجي له صور جامدة وما هذا الزير الفلاني هذا كذا هذا شنو هذا. نعم. طيب حجي حكومة الانتداب البريطاني جابت سينما على القرية؟ لا. عمركم ما شفتوا سينما في القرية؟ أسمع بها سمعة ولا شفتها. طيب كان في حكواتي في القرية يا حجي؟ لا. ولا شعار؟ لا 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 ما بين الحكواتي هنا بالشام شعار. نعم يعني شعار على الربابة ما كان في حد. فيه كثير. مين هو يا حجي اللي كان شاعر مشهور؟ كان عندنا واحد صلى الله محمد موسى والله واحد اسمه عرسان. عرسان؟ عرسان وضعك موسى أبو غنيمة. موسى أبو غنيمة؟ موسى أبو غنيمة. أبو غنيمة. نعم. من أي عيلة هذا موسى أبو غنيمة؟ من أي عيلة يا حجة؟ والله هذول جماعة مو من عندنا بس ربهم معنا. ربهم معنا مربع. أي نعم. من وين هم يا حجي؟ من فلسطينية. فلسطينية. طيب حجي كرة قدم ما لعبتوا يا حجي؟ كرة القدم لا. ما كنتوا تعرفوها؟ ما في غير هاي الكرة بس. طيب حجي كان يجيكوا نور على القرية؟ ايه. من وين يجيكوا يا حجي؟ من فلسطين. طيب بأي موسم كانوا يجوكوا أو بأي أوقات؟ يجوا أكثر شيء بالربيع. بالربيع؟ بالربيع. مشان يستعطب. نعم. ايه. طيب شو كانت أشغالهم؟ شو كانت أعمالهم يا حجي؟ يا سيدي في منهم يحسم سكك. نعم. ايه. يطول الحزمة مثلا كذا حداد مثلا. نعم. وفي منهم يساوم غرابين. كمان. ايه. ايه. وفي منهم يبيضهم نحاس. كمان يبيضهم نحاس. نعم. وفي منهم يساوم حفلات. يمشي على حتى تمشي على الحبل من عشرة. يا نعم. طيب كنتوا تدفعوا لهم مصاري لما كانوا يمشوا على الحبل؟ ايه يوم اللي غنى هاي تشوش الناس هذه زيت تعريفها هذه زيت قرشين هذه زيت خمسة قروش ليهن. طيب وين كانوا يعملوا الحفل يا حجي؟ يبنوا بيوتهم غرب البلد. أرض مطخ صايرة نعس. نعم. يبنوا بيوتهم وهذا ويساوموا الحفلة. يعني عايشين على العالم. طيب حجي كانوا احيانا يجيبوا معهم قرود او سعدين؟ لا ما كانوا. لا لا ما معهم. حجي كانوا يدقوا الوشم للنساء؟ لا كان. نعم. ايه يبصروا برضو يا حجي؟ بي من يبصروا. طيب كنتوا تشوفوا انهم يصنعوا اسنان ذهب اسنان فضه؟ لا والله بذاك الوقت لا. طيب اساور غوايش؟ اي سيدكم اساور فضه. نعم. فضه هم يصنعوها. نعم. اي تشتريها البنات وها. طيب حجي كانوا يعملوا ملاقط للنار او اي سكاكين؟ اي الحداد تبعهم. الحداد تبعهم. تتذكر شو اسماء حدا منهم يا حجي؟ لا والله ما اعرف حدا منهم. لا النساء ولا الرجال؟ ما اعرف والله، اعرف من النساء واحدة اسمها فطومه، الحجه فطومه. هاي كانت تمشي على الحبل هاي؟ ها؟ كانت تمشي على الحبل ولا شو كان شغلها؟ تمشي على الحبل وتغني و هذه بس. حلوات النوريات يا حجي؟ والله مثلنا يا الناس. طيب لبسات محتشم ولا؟ لا لباس محتشم. محتشم. لا لباس. حتى على شعرهم يلبس. على رؤوسهم وعلى هذا. لا محتشم. أي نعم. طيب حجي كيف كنتوا تنظروا لهم أنتوا للنوار؟ هل نظرة يعني محترمة ولا نظرة دونية؟ ننظر ليهم لأنه يغنوا ويمثلهم وهذا بس. أما نظرة بها غش أو هذا لا. ما في. لا لا ما في. ولا أنهم يعني ناس دون المستوى. مين هم؟ ما كنتوا تنظروا لهم أنهم ناس دونيين يعني أقل منكم. والله نعرفهم أنهم هذول نور.
والنور عايشين على العالم. نعم. حاج بدنا ننتقل لموضوع مهم الآن. تفضل. بدنا نحكي عن الزراعة وعن الثروة الحيوانية. شو كانت اهتمامات أبناء قريتك في الزراعة يا حاج؟ عندنا احنا. نعم. الزراعة مثل ما قلت لك كنا نزرع ذرة. ذرة صفراء؟ ذرة صفراء. طيب خلينا نبلش عم نقول حبوب. بالحبوب. ذرة صفراء. هاي ذرة صفراء. ذرة بيضاء. نعم. قضح. نعم. شعير. سمسم. لوبيا. نعم. لوبيا. خلينا بالاول بالحبوب يا حاج. لوبيا. اي لوبيا كمان حب. فول وحمص. فول وحمص. لا فول حمص للبعل. طيب ارض البعل نزرع. تزرعوا يعني. طيب كرسلنا يا حاج. لا ما نزرع لانه جلبانه يا حاج. جلبانه. لا ما نزرعها لانه ارضنا خصبه. هاي الكرسلنا وهذا مشان الطرش. نعم. عندنا ارضنا خصبه الحمد لله. يظل الخصاب ياكل بيه الطش حتى للشتويه. نعم. جاي. طيب شو كنتوا تزرعوا كمان حجي؟ خضار. خضار بندوره بس للبيت. نعم. للبيت. كل واحد عنده دلمين هذا مخصص للخضره. زي شو عمي؟ بندوره، باذنجان، باميه. ايوه. هذا كوسه مثل كوسه قرع. هاي شو نزرعها؟ فقوس يا حجي. فقوس. فقوس بالذرة مع بالغابة. الفقوس والهذا بطيخ. في بطيخ حاج زرعته؟ اي نزرع بطيخ بس مو للبيع. طيب شمام. شمام حروش. طب زرعته بصل بطاطا يا حاج؟ نزرع بصل بطاطا مشان البيت. اي نعم. ما بي غير الحبوب بس هاي للبيع نبيعها. طب شو في عندكم اشجار يا حجي؟ اشجار؟ في اشجار سدر. لا اشجار مثمره يا حجي. مثمره ما في التين وبس. عنب يا حجي. عنب. ايه. صبر. صبر. طيب حجي ما زرعتوا فواكه؟ ما زرعتوا موز مثلا؟ ما زرعت. لا. حمضيات؟ لا 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 ما زرعنا. لا ما زرعنا. طيب حجي ملوخيه زرعته؟ ملوخيه تطلع من حالها من طبيعتها. ابدا. نفيض المي بالارض اذا بدنا نزرع مثلا ذره كذا ما شوف المي ملوخيه تطلع مع الزرع. طيب شو في اعشاب حجي كانت تطلع عندكم؟ اعشاب؟ نعم. النجيل اسمه نجيل. اللهم صل على محمد. يطلع بسباس. الليله. ليلى. ليلى. شومر. شمره. ايه هاي كانت تطلع. سنيريا. كاعو. هاي يطلع عندنا. ايه فطر يا حاج كان يطلع. فطر. فطر يطلع. ايه فطر كلخ نقول له. عندنا يصير كلخ. نعم. اي نعم يصير به فطر. طيب سبانخ يا حاج؟ لا ما نزرعهم. اسف خبيزه. خبيزة تطلع لحالها بالربيع بس موسمها بالربيع. حجي كان يطلع عندكم زعتر مرمية. زعتر يطلع. مرمية. اي مرمية يطلع. اي نعم. يطلع بجبال. طيب حجي ورد كان يطلع عندكم ورد؟ ورد؟ نعم. الأرض كلها ورد. كلها ورد. كلها ورد. هاي بالربيع. وانت ورد يا حاج. موسم الربيع وانت ورد. هاي موسم الربيع. نعم. الزهورات سبحان الخالق. اشكال الوان. الحمد لله. اي والله. طيب يا حجي كل هذه الاشياء للاكتفاء الذاتي باستثناء الحبوب. للاكتفاء الذاتي زائد التجاره. يعني انتم مثلا الذره الصفراء والبيضه للبيع. اي نصدر لانه والقمح والشعير برضه تبيعوا منه. رد عليه. والسمسم تبيعوا منه. مثلا ذرة صفراء. نعم. 300 400 مد 500 مد. وين تروحوا فيها؟ بدنا نبيعه. ايش بدنا نسوي به؟
نحط مونت البيت والباجي بدا نبيعه. والقمح يا حجي؟ والقمح نفس الشيء. الشعير؟ الشعير كمان نفس الشيء، اذا فضل عن الدابه احنا كل سنه نحط مثلا شعير، قمح، ذره، نحط مونه، نعرف قديش مونتنا نحطه والباجي بده نبيعه يروح على صفد. اي نعم. السمسم يا حجي؟ السمسم نبيعه. كل واحد يطلع عنده 200-250 مد سمسم. واللوبيا كمان هاي للبيع. اما نتمون احنا نحط مونه. اي نعم. نعم حجي. طيب بدي نسألك حجي، كيف كنت تحط الأرض؟ الأرض نحرثها؟ نعم، على البقر وعلى الجاموس. على البقر وعلى الجاموس. على الجاموس. ما استخدمتوا الكودش حجي أو الخيل؟ في ناس استخدموا عندنا. نعم. يحط يجيبهم مثلاً بغال اثنين بيسك. هذا يقولون إحنا نقول له بيسك. يعني هذا أحسن من المحرث العادي. هذا طبعاً أحسن، هذا يعطي أحسن. أي نعم. طيب التراكتور ما استخدمتوه يا حجي؟ ما ولا واحد استخدم التراكتور. اليهود اللي حدكوا استخدموه؟ استخدموا التراكتور. طيب حجي كنتوا تلاحظوا انه في فرق في الانتاج بين حراثة الحيوانات وحراثة التراكتور؟ والله احنا ارضنا غابة. ارض غابة. بتغل دائما. تغل على طول تغل. احفر 30 سنتي بالارض تلقى المية تنبع. ايه ارض غابة. طيب حجي بعد ما انتوا تحرثوا الارض تبذروها بالقمح بالحبوب. ايه. تعملوا عمليه البذر. طيب حجي بعد هيك بيجي موسم الحصاد. يجي موسم الحصاد. لما اذا قمح. نعم. نحصده ونغمره ونشيله ونحطه ببيدر. وين بيدر القريه جايه؟ براس الـ 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 الارض. من اي جهه يا حجي؟ من ناحيه الشمال. من ناحية الشمال. من ناحية الشمال. ندرسه ونذريه ونشيل الحب نطلعه. طيب يعني كيف عملية الحصاد يا حجي؟ حصادة ولا؟ حصادة بالمنجل. بالمنجل. بالمنجل ايه. طيب كان في عونة بين الناس بين بعض لما والله اللي تأخر كلها ترد عليه. فلاحة أما حصيدة أما قطاف ذرة. نعم. اللي خلص بالأول يرك على جاره. يعاونوا لحتى مشان يخلصون. طيب النسوان شو كان دورهم في الحصاد يا حاج؟ النسوان مثل الرجال. ابدا. مثل الزلمه. زلمتها معها منجل وهي معها منجل يحصدهم. اي نعم. لما كانوا يفزعوا لك مثلا قرايبك. كنت تعمل لهم اكل تعمل لهم شو؟ يذبح ذبيح عليهم. يوم يخلصهم. نعم. يركم على واحد مثلا ارضه واسعه كبيره ما يخلص بسرعه. كلهم يروحوا لعنده، كل واحد ياخذ منجله ويعاونوه يحصدوا معاه. طيب خلال النهار كانوا يكونوا مرامينها. يذبح ذبيحه ويسوي لهم غدا ويتغدوا وينبسطوا. طيب كانوا هيك يعملوا اهازيج اغاني؟ اهازيج وما يحصدوا قاعدين؟ اي. مثل شو يا حجي؟ والله ما بعرف يا يساوم هزيز غنهاني فوردم كذا وحروبي. نعم. يحرب محروبي. نعم. يا حلالي ويا مالي ومن عارف شنو كذا ونسوان الزغرت تتحمس الناس. اي مجال الحصيده. نعم. اي. طيب حجي الدراسه كيف كنتوا تدرسوها القمح؟ على اللوح. شو يعني اللوح؟ خشب. يكون مثقوب نحطه حجاره قشنه هين 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 ونحطه هيك ونحط لي رياحات ونركب الكدان على قبط الكديشة ويدرس. حدا يقعد على هذا اللوح يا حجي؟ اي يقعد ولد. ولد صغير؟ اي ولد. عشان يساوي ثقل. ايوه. والشاع واحد يشعب بالشعوب يجلب الطرحة مشان. نعم. مشان اللوح يسحنها. هاي. طيب حجي بعد دراسة شو تعملوا بعد ما يندرس الجامعة؟ بعد ما يدرس القمح ويخلصوا هذا على الذراوة. نذريه. بعد الذراوة نسرده. بيش كنتوا تدروا؟ بشواعيب. شواعيب؟ اي. من خشب. نعم. أصابع من خشب أربعة. وليها إيد.
يذر بها الواحد. لازم يكون في هواء. يكون في هواء، الهواء شمالي، عندنا هواء شمالي احنا. يعني على السريع تمشي. عندنا من العصر الكبير اللي ورا هواء شمالي كل الليل. طيب حجي لما انتم تذروا هيك مثلا. القمح بينزل بالارض. القمح حينزل بالارض والتبن يوخر لورا يكون هناك ينزل. والقصل. والقصل بعدين ما بيه مصرد. نعم. يتغربل. القصل يظل بسط الغربال ينزت على جنب. بعد الغربال يحب. بعد الغربال نجيب شورات نعبي الغلة وننقلها. أول إشي بعد ما تذروا تسردوه. أي. اللي هو بشربال يحب. أيوة. اللي واسع. أي مشان عود قصل مشان كذا هذا. يروح. يروح. أي نعم. برضو هاي الشغلة كان فيها مساعدة ما بين بعض. ده كان كلها تساعد الناس. كلها. نعم. التبن كمان يساعدهم بعضهم. كل شيء بيساعدهم بعضهم. بالفلاحة. واحد مثلا قصر بالفلاحه كلها كل من ياخذ فدانه ويروح يحرث معه. طيب حجي وين كنتوا تخزنوا القمح او الحبوب بشكل عام؟ بالعنابر. عنابر كل واحد عنده. كنتوا تسموه عنبر ولا كنتوا تسموه كواره ولا اخي الغله؟ انت تعرف مصروفك من الغله قديش تعوز. نعم. عندك كواير كوارتين ثلاثه تعبيهن والباقي بدك تاخذ تبيعه. طيب الكواير من ايش مصنوعه يا حاج؟ من طين. وتكون مثبته في الحيطان يعني؟ اي من طين يكون عرضها هيك وارتفاعها يعني شيء مترين ونص. من فوق تعبيها تعبي الغله بيها ومن هين بيلها ثقب مسكر بخرقة. يوم بدك منه تفتحها هيك تهيل وترد السكرة. هاي الكوارة عندنا. طبعا عندك كوارة لكل شيء يا حجي، ايش للقمح ايش للقمح لكوارة القمح كوارة للذرة. نعم. كل شيء لحاله. اي نعم. طب حجي وين كنتوا تطحنوا القمح؟ بالطاحونة المي. لمين هذه المطحنة؟ بيطاحونة والله ما بعرف صاحبها. اما هاي اللي جيب لينا جيب لي البلد هاي يقول لها طحونه البيك. البيك. البيك مين المقصود في البيك يا حاج؟ ها مين هو البيك؟ ما بعرف والله ما بعرف. تذكر مين كان يشتغل فيها هاي؟ كان يشتغل فيها واحد بناني من هونين اسمه حسين مطاله. حسين مطاله مطالقه مطاله 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 من هونين. من هونين هاي. هذا كان براك يعني هو يطحن. نعم. يشتغل بالأجار. أي نعم. وبيطحونه ثانية حجرين هاي يقولوا لها طحونة الحلوات. هاي شمال الخيام. نعم. أي نعم. لمين هذه المطحنة الثانية؟ كمان لأصحابه والله ما أدري. لأصحابه. بس مش على المطور على المية يا حاج. لا على المي. كل على المي. طيب لما كنت تأخذ القمح أو الحبوب بشكل عام للبابور طحين أو للمطحنة والعودة على إيش كنت تشيله يا حاج؟ عجمال. 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 عجمال على الحمير على الخيل. طيب شو كان ياخذ اجر يا حاج؟ مين؟ هو والله ما بعرف والله ياخذ ثمنية يمكن. يعني ياخذ حبوب؟ اي حبوب اي. مش فلوس؟ لا حب ياخذ ثمنية قمح مثلا. الثمنية كيلين ونص. الثمنية بيع عزيزي وبيع شو اسمه؟ العزيزي اسطنبولي. يعني شو العزيزي يا حاج؟ يعني رطل اسطنبولي. نعم يعني قصدك مكيال. اي نعم. اي نعم معيره. أي. ثمنية معيره مثلا. رطل هاي عيارها رطل كيلين ونص. اي نعم. الصاع 4.8. نعم 4.8. طيب حجي في حدا من ابناء القريه او من القرى المجاوره كان يشتغل بالفاير يا حاج؟ الله اكبر. لا ابدا ما في ابدا. الحمد لله. الحمد لله. لا ما في. لانه في بعض القرى كان عم يشتغلوا فيها بالفايل. الله يبعدنا عنهم. لا. طيب الرهن كان متعارف عليه يا حجي؟ ها الرهن. الرهن اذا اخذت منك مثلا اخذت منك 1000 ليره اعطيك رهانيه مثلا. طبعا بس ارجع لك ترجع لي رهانيه مو هيك؟ نعم. اي نعم موجوده هاي. اي نعم. طيب حجي
حكومة الانتداب البريطاني كانت تفرض عليكم ضرائب؟ الله يلعن ابوك على الزراعة؟ الله يلعن ابوك. والله شان ميرة عندنا، شان يقولوها الميرة. المير. الميرة. نعم. تعرف قديش المير يا حاج اللي كان يقول؟ والله هي بالضبط ما بعرف. طيب حجي، حكومة الانتداب قدمت لكم أي مساعدات في مجال الزراعة؟ ما في شيء، بس قدموا مرة وأنا هاي على وجدي بالستة و 46 بالأربعينات يا حاج. بالستة وأربعين قالوا كل فلاح يطلع له مزارع. شو يعني مزارع يا حجي؟ يعني فلاح يطلع له مثلا 4 ليرات 5 ليرات. نعم. سامع يا ايوه، رحمت الوالد راح وانا جايب 6 ليرات فلسطيني. كيف يا حجي؟ على البيادر ولا يحجم الغله؟ ليش؟ ليش طيب؟ عن اذنك بدي اطلع برا شوي. طيب بعد ناخذ استراحه ونتابع حديثنا.